التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا أثرت بشكل كبير على قطاع صناعة السيارات المجهد أصلاً، والذي بات يعاني من تراجع الإنتاج بسبب إغلاق المصانع، بالإضافة إلى انخفاض الطلب والمبيعات بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي وتعطل سلاسل التوريد. ومما لا شك فيه هو أن عام 2020 سيكون عاماً صعباً جداً على القطاع، حيث تتوقع وكالة موديز انخفاض مبيعات قطاع السيارات العالمي ب 20%، فيما جاءت توقعات فيتش سوليوشنز أكثر تفاؤلاً، إذ ترى تراجعاً ب 10.2% في مبيعات السيارات العالمية. كما تتوقع فيتش سوليوشنز تراجع إنتاج السيارات هذا العام ب 10.18%. هذه التحديات من شأنها إعادة تنظيم صناعة السيارات، الأمر الذي سيؤثر على 8 ملايين شخص يعملون في القطاع عالمياً. ومن المنتظر أن يحفز الضعف في السوق صانعي السيارات والموردين على حد سواء لإجراء تغيرات هيكلية على عملياتهم، قد تشمل تعزيز تجربة التسوق عبر الإنترنت وتقديم تطبيقات آمنة عبر الإنترنت لإنهاء المعاملات الورقية واعتماد قروض طويلة الأجل عند الشراء وغيرها. كما أن سلوكيات العملاء ستطبع جزءاً كبيراً من إعادة هيكلة القطاع، فوسط توقعات بأن كثيرين سيتفادون وسائل النقل العام، قد تشهد مبيعات السيارات بعض النشاط مع إعادة فتح الاقتصاد، لا سيما السيارات الكهربائية، لأن الإغلاق التام ذكر الناس بأهمية التخفيف من التلوث. التحديات التي تواجه شركات صناعة السيارات قد تمثل فرصة للمستثمرين مع انخفاض التقييمات، لا سيما الصينيين، وبالتالي قد يشهد القطاع استحواذات أو اندماجات في المستقبل. إلا أن ألمانيا تتهيأ لتمرير قانون يسهل منع دخول مستثمر أجنبي، وقد مررت فرنسا قانونا مماثلا. مايا جريديني، العربية.